للمزيد يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. نرحب بك في نشرة الثالثة، وبداية ما أهمية هذا الإنجاز الدولي؟ مساكم الله بالخير. بداية يشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أسمع آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الدولي الذي حصد 10 جوائز من جوائز لندن للتصميم لعام 2023، والذي تحقق في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. ونحن اليوم نفخر كشعب مملكة البحرين بالإنجازات البارزة التي تحققت على أرض المملكة في كافة المجالات، منوها بالدعم المتواصل لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واهتمام سموه بإنجاح الخطط والبرامج الحكومية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات إلى السادة المواطنين. وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشيد بدعم وتوجيهة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وفريق عمل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بالأخص في مشروع الجواز الإلكتروني، والذي لولا دعمه لما تحقق هذا الإنجاز. ولا شك بأن المشاركة في المسابقة دولية مثل جوائز لندن للتصميم في مجال التصاميم الاستثنائية والمشاريع الإبداعية المتميزة في كافة دول العالم، وبالمنافسة مع أكثر من 3000 مشارك لأكثر من 45 دولة، وفوز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بـ3 جوائز ذهبية وسبع فضية في فئة التصاميم الخدمية وفئة تصاميم الاتصال، والذي يعتبر إنجاز غير مسبق وفخر لكل بحري. نعم الشيخ هشام، يعني تحدثت أن هناك 45 دولة أيضا منافسة، فهذا جواز السفر ما هي الصفات أو السمات التي يتميز بها عن باقي هذه الدول؟ طبعا لقد تم تصميم الجواز الإلكتروني بمواصفات تقنية وأمنية عالية امتزجت لتعطي تصاميم فريدة يروي عراقة تاريخ البحرين من خلال 14 لوحة فنية معبرة تحكي عن ماضيها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق. ويمثل الجواز متع به المملكة من ملامح عربية أصيلة ومتميزة، طبعا تجسد في صور من التراث، والذي يروي من خلال القصص من تاريخ مملكة البحرين كونها مركز تجاري للؤلؤ قديما، كما يعرض في الوقت ذاته الإنجازات الحديثة والرؤية المستقبلية للمملكة في 2030. الجواز البحريني يعتبر من أول الجوازات في العالم استخدام خاصية الميراج، وهي تقنية عالية جدا أمنية اللي صورة الشخص تتحول في الضوء إلى زهرة الخلود. وهذه الخاصية تعتبر من يعني احنا فريدين منها، الأول من نوعها في العالم، وأيضا فيها خاصيات الدوبد الهولوغرافي المدمجة مع صفحة البيانات واللي تتغير ألوانها من خلال تحريكها أيضا في الضوء، وفيها عناصر يعني أمنية كثيرة مبنية داخل هذا الجواز، لدرجة أن كل لوحة لها عنوان، وهذا العنوان كتبت يعني تكونت هذه الصور من خلال دمج هذه الحروف اللي يمكن رؤيتها تحت المجهر، وأيضا فيها الصقر وصورة الحصان اللي من خلال تصفح الجواز مع الأشعة البنفسجية يبين لنا حصان عربي يعدو، وكذلك الصقر اللي يطير بين الأبراج واللي ينتهي حط في نجم السهيل العربي في آخر صفحة في الجواز. نعم الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك.